صباح النور، مرحبا بكم. للأسف نبدأ النشرة بالفشل، فشل المنتخب الأولمبي مرة أخرى. منتخبنا الأولمبي موش موجود في الألعاب الأولمبية المرة هذه. نحكيه على الألعاب الأولمبية باريس 2024، مستحيل يكونوا موجودين خطرة وسامبلوما، ما تعدينيش حتى للكان تاع أقل من 23 عام المؤهلة للألعاب الأولمبية هذه. كيفاش ما تعدينيش؟ لعبنا مع منتخب كونغو مقابلة أولى، لعبناه في برازافيل وخسرنا 1-0. لعبنا البارح في تونس في ملعب المرحوم حمادي العقر بيبي رادس وكنا ربحين 2-0. البونتويت كانوا تمركيو عن طريق حمدي العبيدي وآدم قرب. بعدها في دقيقة 85 منتخب الكونغو يسجل هدف في دقيقة 85 كما قلنا بسبب هفوة قاتلة نقولوا لياس الدمرجي حارس المنتخب الوطني التونسي للأولمبيين. كانت هفوة وانسحاب للمنتخب خليت لياس الدمرجي بعد المقابلة يعتذر للتونس الكل. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui ont cru en nous, auprès de l'équipe, parce que dans les matchs comme ça, on a toujours besoin d'un grand gardien. Maintenant, j'ai fait une erreur, je l'assume, et je nous ai coûté la qualification. Et je sais que je ne serai pas bien pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même. Franchement, je n'ai pas de mots pour exprimer mon état, et même ceux de mes coéquipiers, je sais que j'ai déçu toute mon équipe, même si j'ai pu aider pendant 80 minutes. J'ai sans doute déçu tous les Tunisiens qui nous ont supportés, et voilà, moi, je n'ai même pas de mots pour exprimer mes sentiments. La cour était méchée sur la race des défenseurs. On dit que l'IS est la démarche, il dit que l'IS est la خليت المهاجم المنتخب الكونغولي سجل هدف حرم المنتخب التونسي من كان الجاي في أقل من 23 عام والألعاب الأولمبية في باريس 2024. لياس الدمرجي كانت عنده الشجاعة نقوله زاد بكل صراحة أنه يخرج بعد المقابلة ويعتذر لأصحابه للتونس الكل، يقول أنه مقابلات الكبرى كما هذية لازم يكون عندك جول كبير. أنا في الحالة هذه في المقابلة متاع البارح كنت عملت هفوة كبيرة، ومرة أخرى اعتذر وقال حتى الكلام منيش لقي الكلام باش نجم نعبر على الأسف امتى عليس الدمرجي صحيح غلط لك. ما نعرفش اليوم كيفاش يكون الحكم في المستقبل على الجول هذا، هل يكون يعني حكم قطعي وفي الموضوع بالنسبه لياس الدمرجي بالنسبه للتونس والمنتخب الاولمبي ولا والا هذه هفوة. وعندنا الجمله اللي نقولها وقت اللي نحبوا نبروا في كل مره، يستحق نصور حتى لياس الدمرجي رغم انه جاي من رين ولا جاي من فريق خارجي موش في تونس ما عندوش شكون هكا يحكي عليه برشا في تونس، يستحق الجمله اللي تتقال انه اي حارس كبير يزمه يغلط باش غدوه في الايمات يصلح غلطه ويكون في المستوى المطلوب. ولو انه زاد لياس الدمرجي في مقابله البارح على الاقل فسخ 3 أهداف المنتخب الكونغو، لكن الهفوه كانت قاتله بصراحه وخرجت المنتخب الاولمبي من الدور هذا الدور الاخير من تصفيات كان اقل من 23 مؤهله للالعاب الاولمبيه. الالعاب الاولمبيه من عام 2004 كنا موجودين اخر مره، من وقتها مانيش موجودين يعني تقريبا غايبين 20 عام على الاقل على الالعاب الاولمبيه في رياضه كره القدم. واحنا مع كرة القدم نحكيو على بطولتنا اللي فيها مقابلات البارح من الجولة الرابعة في المجموعة الثانية. هما زوج مقابلات، مستقبل رجيش نجم المتلاوي ما فيهم حتى هدف، مقابلة فتبة التعادل 0-0. مقابلة اتحاد بن قردان والأولمبي البلجي فيها هدف والحمد لله، هدف وحيد مركيه رفيق الكاميرجي ضربة جزاء في الدقيقة 73، دونك هدف في زوج مقابلات من المجموعة الثانية. البارح 4 فرق هدف وحيد، والكلاسمون بالنسبة للفرق اللي لعبت البارح في المجموعة الثانية اتحاد بن قردان عنده 9 نقاط بعد 4 مقابلات لعبتها موجودة في الصدارة، والرجيش عنده 5 نقاط من جملة 4 مقابلات لعبتها. الرجيش موجودة في المركز الثالث، أولمبيك بيجا موجود في المركز السادس 2 نقاط بعد 4 مقابلات، ونجم المتلاوي نقطة وحيدة في 3 مقابلات موجودة في المركز السابع. في كأس الكاف الدورة التمهيدي الأخير قبل المجموعات عنا مقابلات ذهاب تخص ممثلين 3 نادي الإفريقي ساساس واتحاد المنستيري. النادي الإفريقي موجود في تنزانيا ديجا يلعب مع يانج أفريكانس مع الساعتين إن شاء الله نهار الأربعاء بعد غدوة. ساساس زادة في التوغو بعد غدوة مع أسكو ديكارا يلعب الأربعاء متاع العشية، الساعتين مقابلة النادي الإفريقي، الأربعاء مقابلة ساساس في التوغو ديجا موجود. الساساس من البارح كان خذل طيارة وسافر نحو التوغو، موجود في التوغو يكمل اليوم وغدوة تحضيراته الفريق المقابل نهار الأربعاء. واتحاد المنستير موجود في تونس يلعب في بن جنات مع نهضة بركان نهار الأربعاء زادة بداية من 6 متاع العشاء. هذه مقابلة ممثلين في كأس الكاف الدورة التمهيدي الأخير قبل المجموعات، هذه مقابلات الذهاب في انتظار إن شاء الله نتائج متاحة تكون إن شاء الله إيجابية لكل الممثلين ومبعدها مقابلات الإياب.
نحكيو على الرابطة الثانية. زاد الجولة الثانية من المجموعة الثانية البارح دفعة أخرى من المقابلات في المجموعة هذه. سبورتينغ بنعروس ربح تراجي جرجيس 2-1. المكنين مع هلال مساكن مقابلة الدربية هذه وفات المساكن 1-0. الملعب الصفاقسي مع قوافل القفصة القوافل يربح 1-0. ثم مقابلة أخرى جمعية جربة الملعب الجيبسي زاد 1-1 وفات المقابلة هذه. نمشيو ديريكتومون للكرة في أوروبا. نعملو طلة على النتائج بالنسبة لملاعبيتنا قبل أيامات من المونديال والمردود بالنسبة لكل ملاعبي. نحكيو على فاليري اللي خرج من الشوط الأول في فرنسا في مقابلة أونجي وموناكو. أونجي كان خسر 2-0. فاليري تضرب في الشوط الأول وخرج إصابة على مستوى الأنف. إن شاء الله ما تخليش غايب لمدة طويلة ويكون حاضر مع المجموعة اللي تكون على الأقل موجودة في ستاج في السعودية بارتير من الجمعة الجاية قبل المونديال. نونت مع كليرمون، نونت تعادلوا مع كليرمون 1-1. الخاوي كان موجود مع كليرمون، لعب 88 دقيقة بعد خلى بلاست وخرج. رين مع مونبولييه، مونبولييه يخسر 3-0. الخزري ماتش كامل مع فريق مونبولييه. نيس مع لوريون، لوريون يخسر 2-1 على ميدانه رغم انه طالبي كان موجود، لعب ماتش كامل مع لوريون. وفي مقابلة قمة في الليغ 1 في فرنسا لجولة 13 اليوم مع ليل، اليوم يربح 1-0. في إيطاليا سيريا جولة 12 البارح إمبولي مع أتلانتا 2-0. الأتلانتا البارح سالرنيتانا يروح من روما ربح لاتسيو 3-1. برون كانت خلف دقيقة 10 وكمل الماتش كامل، كان موجود على البنك وتخلف بلاست صاحب المطاب في دقيقة 10 لعب بقية المقابلة. برون تورينو مع جمعية ميلانو، تورينو يربح 2-1. في إنجلترا الجولة 14 البارح أرسنال يواصل التألق يربح نوتنغهام 5-0. مانشستر يربح وستام 1-0. في الليغا التعادل في مقابلة ريال مدريد وجيرونا 1-1. تعثر الريال وأول ورقة حمراء في مسيرة توني كروس البارح. وأتليتيك بيلباو يربح 1-0 قدام فيا ريال. وفي ألمانيا أونيون برلين يربح بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1. كولن مع أوفنهايم التعادل 1-1. وسخيري كان غايب على تشكيلة كولن بسبب الإصابة. نشر هذه آخر الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع أمين وكامل الكيب في أحلى صباح.